اديتي دورك، بس يعني في النهايه هو عادل يحيى او عادل احمد يحيى. احمد يحيى ده واحد من اهم اسماء المخرجين في مصر في 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 عصر ذهبي كده للسينما، انما هو في النهايه كان طالب في معهد سينما. فازاي حصل التواصل؟ لقيته مره كلمني في التليفون وقال لي هاي انا فلان الفلاني، واعتقد ان هو تقريبا كان اتفرج على جراند اوتيل تقريبا. وقال لي كنتيش لسه عملتي لتطفئ الشمس؟ لا 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 لسه. احنا بنعمل فنادق تقريبا من اعتقد اخر 2016 ولا او مش فاكره بالظبط الوقت، بس هو كان قال لي انا الدور ده محتاج ممثله تكون شاطره جدا، وانا شايف ان انت شاطره جدا، واتمنى انك تساعديني علشان طبعا الموضوع ما فيش برودكشن او كده، لانه يعتبر يعني حاجه لسه في الاول. فانا هي بس الفكره كلها خلاص، يعني انا التشالنج بالنسبه لي انا كنت عايزه اعمل ده علشان هو تحدي مش عشان اي حاجه تانية. انا افتكرت وشافك في لا تطفئ الشمس، لان انت برضو كنت بتعملي دور الرومانسي اللي فيه براءه، وعملتي قصه حب ادم وحبيبه. دي كنت حبيبه صح؟ كنت حبيبه. كانت يعني قصه حب بنات كتيره صحوا عشانها دموع كتيره قوي. حكيت لي ليه؟ حكيت لك عشان مش عاوز اعمل كده تاني. وانا ما كانش المفروض اعمل كده من الاول، بس انا غلطت وضعفت وكنت سكران، ودي مش حجه بس. بس انا كان ممكن ما اقولكيش، بس انا مش عايز اخبي عليك حاجه يا حبيبي. هو انت بقى يا تقرطصني يا تعورني؟ وانا اللي مقرطصه عدوي اخويا عشان اجي اشوفك عشان وحشني؟ تعمل فيا كده؟ انا فعلا مش عاوز حد غيرك. كان حد ضربك على ايدك؟ لا انا اسف، بس في حاجات يا حبيبي انت مش هتفهميها عشان انت مش زيهم. وعشان انا بقى مش زيهم يبقى استاهل ضرب الجزم مش كده؟ لا طبعا يا بنت، بقى افهمي. مش عايزه افهم حاجه يا ادم. معلش هتفهمي مع الوقت. انا اللي فاهمه ان انت لو مش قادر تمسك نفسك وعاوزني بجد، بس الظروف هي اللي حيشاك، هتظبط ظروفك وهتتصرف وهتطول. ما بيسقفوا قصة الحب على فكرة، مش حاجة تانية. لا ده كان من قبل لا تطفئ الشمس. اعتقد ان هو ممكن احتمال يكون كمان من قبل جراند اوتيل. يعني احنا شغالين في نادا بقالنا فترة طويلة، وقفنا في النص وبعدين